أنتقل أيضا إلى ضيفي عضو مجلس النواب من طرابلس عبر الهاتف سعد الجازوي. سيد سعد، مساء الخير. بالعودة إلى موضوع مجلس النواب ونفيه أو استنكاره لبيان نواب تبرق وعقيلة صالح، ما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس للرد على تهديدات السيسي أيضا وتصريحاته المتكررة بالتدخل العسكري؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدين قناة الكريمة. أقول بأن ما صدر من بيان وسمي بيان مجلس النواب حقيقة هو يعني انتحال صريح لهذه الصفة، وإلا البيان الذي يصدر ويكون ممثلا للمؤسسة لابد له من معايير ولابد له من آليات يتفق عليها. نحن مثلا مجلس النواب المنعقد في طرابلس عندما يصدر بيان يعبر عن المؤسسة فلابد من نصاب معين يتفقون على هذا المعنى الذي سيخرج به هذا البيان. أما أن يصدر بيان معبر عن آراء شخصية أو عن آراء مجموعة فهذا لا يكون معبرا عن المؤسسة، وهذا أمر يعرفه ويعيه جيدا كل من يعرف العمل المؤسسي ويعرف البيانات المعبرة عن المؤسسة والبيانات المعبرة عن أفراد المنتمين أو المنضويين تحت هذه المؤسسة. فلذلك هذا البيان هو معبر عن أفراد موجودون الآن في مصر وتحركهم مصر حقيقة ولا يمثلون إرادة الشعب الليبي، وإلا مجلس النواب هذه الصفة الشرعية هي تمثل النواب الذين استضعوا الاتفاق السياسي كمرجعية سياسية لاجتماعهم بعد الاتفاق السياسي، لأن كل الأجسام التي وجدت بعد الاتفاق السياسي المصدر وجودها أو التأسيس التشريعي لوجودها هو الاتفاق السياسي. هذا الاتفاق السياسي نص في البنود 16 17 18 على أن يجلس النواب المنتخبون في 2014 من يريد منهم ويجتمعون خارج طبرق لكي يضعوا يختاروا قيادة جديدة ويراجعوا القوانين إلى آخره مما نصت عليه تلك البنود. فهؤلاء الذين الآن يخرجون هذه البيانات بهذه الصفة إنما هم يمثلون أنفسهم، وحقيقة السيد عقيلة صالح ومجموعة من النواب في المنطقة الشرقية يستخدمون مجلس النواب أو هذه الصفة لتمرير أجندة هي حقيقة التي تمثل إرادة من يديرون المشروع الانقلابي في ليبيا، وهي متمثلة في مصر والإمارات وفرنسا والسعودية. فلذلك هذا البيان أولا انتحل هذه الصفة، ثانيا لا يعبر عن مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، وأنا بصفتي وقد لعلكم تابعتم البيان الذي صدر من مجلس النواب المنعقد في طرابلس بأن هذا البيان الذي صدر من النواب وهو لم يصدر من طبرق حقيقة إنما صدر من النواب موجودون في مصر، هذا البيان لا يمثل النواب المنعقدون في طرابلس أو مجلس النواب. ثالثا وهو المهم أن هذه الاختصاصات وهو اختصاص حتى ولو افترضنا على أنه يبرر تدخل دولة أخرى هذا ليس من اختصاصات المؤسسة التشريعية إنما هو من اختصاصات المؤسسة التنفيذية التي تبرم المعاهدات ويصادق عليها مجلس النواب، هذا في حالة أن هذا المجلس النواب يمثل حقيقة هذه الصفة. لكن أن يعقب النواب ويعطي هذه الصفة ويبرر لكن سيد سعد فيما يتعلق بالبيان الصادر من لجنة الطاقة بالبرلمان، هل هناك خطوات تالية أيضا له؟ يعني بعد اتهام مصر والإمارات بإغلاق المنشآت النفطية، هل هناك خطوات أخرى سيقوم بها البرلمان أو لجنة الطاقة؟ أنا أعتقد أن الآن صدور هذه الأصوات وصدور هذه البطل ما جاء من الحكومة الشرعية إلا بعد أن وجدت
دعما دوليا وحلفاء دوليين يستطيعون أن يقفوا أمام الدول الداعمة للمشروع الآخر. فلذلك أنا أعتقد أن بعد هذا البيان سيكون ما وراءه من خطوات قانونية لمتابعة هذه القضايا في المحاكم الدولية، إضافة إلى أن أعتقد أن المؤسسة المعترف بها شرعيا والممثلة لدولة ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي يفترض أن يكون لهم خطوات نحو هذه الدول التي تنتهك السيادة وتعطل قوة الشعب الليبي وتحارب الشعب الليبي في أهم ما لديه ألا وهو مصدر الدخل الوحيد الذي لديه وهو النفط.